وفي شمال المملكة ترأس الأب يوسف فرانسيس راعي كنيسة سيدة الجبل للاتين في عنجرة بمحافظة عجلون قداس الأحد الذي أقيم في الكنيسة بحضور جمع من أبناء الرعية، وتضمن القداس قراءات من الكتاب المقدس أعقبها ترانيم دينية من أداء إحدى الفرق التابعة للرعية. ويشار أن كنيسة سيدة الجبل تضم مزاراً مقدساً يعد أحد أبرز مواقع الحج المسيحي في المملكة، وبيتاً لرعاية الأيتام يشرف عليها الأب فرانسيس ومجموعة من المحسنين. الشاب النهاردة بيمثلنا كلنا، بيمثلنا كلنا، كلنا بنجري بنروح عند يسوع بنقول له أيها المعلم الصالح ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية. الشاب كان بيدور على إرادة الله، وإحنا كمان كلنا بندور على إرادة الله، لكن لما بنكمل قراءة الإنجيل بنشوف إنه بيقولنا الإنجيل إنه بعد المسيح ما قال له أو ما سأله حفظت الوصايا، قال له أحفظت الوصايا، قال له فاضل واحدة كمان ناقصة، اذهب وبيع كل ما تملك واعطيه الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى فاتبعني. بيقول الإنجيل فاختم أو فحزن لهذا الكلام وانصرف حزينا لأنه كان ذي مال كثير. حزن، زعل، وانصرف من عند المسيح، مشي ما قعدش يكمل معاه. إحنا ممكن نكون في النص، لأن كلنا بنروح عند المسيح بنقول له يا معلم ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية، وبنقدم حياتنا لربنا، لكن بيفضل دايما في إشي ناقص إن إحنا نقدم إرادتنا للمسيح. الشاب زعل لأنه المسيح قال له اذهب وبيع كل ما تملك وتعالى واتبعني، وإحنا يمكن ما نكونش عندنا إيش نبيعه، بس مجرد إن إحنا نترك الإرادة عندنا أكيد بنزعل، نتخلى عن رأينا أو إن إحنا دايما رأينا هو اللي بيمشي. بيقول الإنجيل فاختم فحزن لهذا الكلام وانصرف حزينا لأنه كان ذي مال كثير. وكمان الإنجيل النهاردة بيكلمنا عن أو موضوع الإنجيل موضوع الدعوة، نعمة الدعوة، إن الله بيدعو جميع البشر، والبعض بيقبل دعوة المسيح والبعض بيرفض الدعوة. دعوة المسيح إن احنا نتبع المشورات الإنجيلية خصوصا في الحياة المكرسة. الله بيدعو جميع المعمدين إلى اتباعه من خلال التكريس إن هم يكرسوا ذاتهم لله، أو من خلال إن هم يعيشوا الحياة العائلية في سر الزواج. يا أمة